إدارة عرسال لم تعد مهمة سهلة، فلا المراجع الأمنية ولا أهالي المناطق المجاورة ولا أهل عرسال نفسها ينصحون بمثل هالزيارة. البلدة البقاعية تشهد منذ فترة تصاعد في وتيرة عمليات السطو والخطف والقتل والإعدامات التي كان آخرها إعدام مصطفى عز الدين ونجلو على يد مسلحين يتحصنون في جرود البلدة. وقت اللي قتلوا كان هالزلم عم يصلي المغرب، كان عم يفطر بشهر رمضان الكريم وعم يصلي المغرب، فبيوصل لي مسلحين وبيغتلوه هو عم يصلي وبيكبروا علي. انقتل ابنه قبل رمضان بنهار أو باثنين منذ حوالي الشهر، ابنه كان بالجرود، وحسب ما بيحكي مخول مراد اللي كان مختطف وهو من أهالي رأس بعلبك أنه هن طلبوا منه الركوع ما فعل يركع فاغتلوا. فيني وصفها غزوة على هيد المنشرة، واتخذ العمال واتخذ غراض من المنشرة أبزائنا وأملاكنا محطوطة بهيد المصلحة نحملوها وأخذوها بكاب وعربية ومبعبي شو ما خلوا شي يعني. هذا موقع المنشرة التي سرقت وخطف منها العمال قبل توسط أهالي عرسال لإطلاقهم، وإلى رأس هذه التلال في جرود رأس بعلبك بإمكان المسلحين الوصول بسهولة لتنفيذ عمليات. فهنا قتل الشباب الأربعة من آل أمهز وجعفر وأوغلو، ومن هنا تطلق الصواريخ على الهرمل، وهذا المسلك استخدم لتهريب السيارات المفخخة. أنا بطلع لمحل ما نواصل جيشنا ودولتنا وسلطتنا، بس للأسف هذه المنطقة مش خاضعة على سلطة الدولة، لأنه مخول مراد أساساً من محل ما أخدوه في 1500 متر بتوصل على راس بعلبك على مناطق السكن، خطف من قلب مصلحته، مصلحة عم يشتغل فيها. للأسف المستوى وصل لمحل أنه يعني بعض العمال أنه ينتموا إلى طائفة معينة يفلتوا، وهذا المسيحي مفترض يتوقف من فعلي فدي. هلأ المواطن اللي عنده أملاكه أو زراعة بساتينه بتجرة العيلة لا يجرؤ على الذهاب لهناك، وأنا من جملة الناس اللي عندي موسم ما رحت نهائياً. إذن لا أمن في جرود عرسال التي يتحصن فيها أكثر من 5000 مسلح يقصدون البلدة لمعالجة جرحاهم وللتموّن، ولا سيطرة للدولة اللبنانية على منطقة تشكل 5% من مساحتها. بالجرود ما عندنا سيطرة على الخالص كأهالي، يعني اللي بيحكي أرهاك بيكون عم يفنس، يعني يمكن بالمونة إيه، بس غير المونة ما في جرود معبية مسلحين، فيها مسلحين من الطرفين. تصير عمليات تسلل للجيش السوري والحزب ميليشيات إيرانية، بصير عمليات تسلل وبصير ردهم، والحمد لله في قضاء عليهم وفي قتل كتير منهم. كل شيء بيقول لا إله إلا الله بدهم يقتلوه، هذا هو اللي خلينا ننزح لهون. حتى السعودية دعمت الجيش اللبناني لحتى يحاربنا كمان. أهالي عرسال ضاقوا زرعاً من ضيوف باتوا بيفوقونهم عدداً بكثير ويزاحمونهم على لقمة عيش وأعمال، فمقابل 40,000 عرسالي هناك 130,000 سوري مسجل عدا عن سكان الجرود، إلى حيث تنقل حوالي 30,000 حصة غذائية يومياً. صارت عرسال أكبر مدينة بلبنان. السيارات المخيمة اللي نحن ما نعرف شو هي، هل هو سوري، هل هو لبناني، هل هو مسلح، هل هو غير مسلح، لأنه صار الوضع لا يطاق. حتى بالشارع الموتوسيكلات لأخواننا السوريين هناك عشرات الألاف. كنا ما نشعر بالخوف أو الفزع مثل ما عم نشعر اليوم. ما قلنا خلاص إلا الجيش اللبناني وتفعيل دوره بهالمرحلة تحديداً وبهالبلد.